اضغط 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 بقى افيه جامد قوي بينك وبين الكابتن ايمن، صح ولا غلط؟ طب تعالى لا قول لي بقى، قول لي بقى اضغط، هو اللي بيضغط بس يا كابتن شن، هو اللي بيضغط بس. لا لا والله الفرقه كلها اللي بتضغط مش هو الواحد، انا بتكلم على الفرقه كلها، بس هي جت في ايمن بقى هنعمل ايه بقى، بقى ترند ترند خلاص والله. مبروك يا ايمن، الف مبروك وربنا يكرمك ان شاء الله. شن وسد العالي، يمكن انا قلت كلمتين، قلت سهل تبقى حارس مرمى لكن صعب تبقى الشناوي، ده مش كلامي ده كلام جمهور النادي الاهلي، لان في كابتن الفرقه وشارك كابتن الفرقه دي كبيره جدا يا شناوي، مبروك ليك ومبروك للعيبه، المجلس الاداره مجهودكم باين واصراركم كان باين جدا في هذه البطوله. حابب تقول ايه للشعب المصري اللي بيفرح دلوقتي في شارع في كل شوارع مصر؟ اكيد طبعا، بس موضوع اللي انت تبقى شناوي دي انا ما بحبهاش خالص بصراحه. لا 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 لا, لا. هو براحته والجمهور يقول له عايزه عايزه، بس انا واحد من الفرقه وكلنا واحد وكلنا لعيبه زي بعض، ما فيش واحد مميز على الثاني، كلنا زي بعض وكلنا اخوات في الاول وفي الاخر. وبقول للجمهور الف مبروك، زي ما وعدناكم جبنا العشرة، كانت التاسعة وبعدين العشرة الحمد لله، وخدنا السوبر الافريقي وخدنا الدوري، وان شاء الله نفكر في الدوري اللي جاي ونفكر في البطولات الجايه واحده واحده زي ما احنا ماشيين. اللعيبه دي تستحق ان هم ياخدوا يعملوا تاريخ لنفسهم. وببارك للجهاز الفني وببارك للاداره، بصراحه كل حاجه متوفره للجهاز الفني وللعيبه، ببارك لهم بقول لهم الف مبروك على العشرة، ما بتجيش الا بتعب وما بتجيش الا بشغل، واللعيبه دي بصراحه اشتغلت واللعيبه دي اجتهدت مع الجهاز الفني مع الاداره، كل واحد والعمال اللي عندنا في النادي والجهاز الطبي كله والاداريين بكل الناس، عشان ما انتش حد باللعيبه بصراحه، الناس كلها بتتعب عشان كده بنوصل للاخر بناخد بطوله، دي اهم حاجه عندنا. وبقول للجمهور الف الف مبروك، وان شاء الله نفكر في اللي جاي. كانت بطوله صعبه ولعبنا فرقه صعبه، ومع انا زي ما بقول على طول اللي عايز ياخد البطوله ما يفكرش هيلاعب مين، احنا الحمد لله لعبنا اقوى فرق في البطوله، لعبنا سان داونز، لعبنا الترجي، كنا في المجموعات معانا فرق كويسه جدا، بس الحمد لله ربنا بيكرمنا عشان اللعيبه دي مخلصين واللعيبه كلهم بيحبوا بعض، ده اهم شيء في المنظومه، اهم حاجه انت لعيبتك تبقى عامله ازاي، بيخافوا على فرقه النادي ولا بيحبوا بعض ولا ما بيحبوش بعض، ده اهم حاجه عندنا. الحمد لله الفتره اللي فاتت انا معايا ثلاث فرق كبار ساعدني بجد، ايمن وسعد ووليد وسلية وعلول، اللعيبه الكبار كلها بصراحه، عشان كده احنا ما فيش حاجه اسمها كباتن، احنا كلنا زي بعض، ده اهم حاجه عندي واهم حاجه عند اللعيبه. وبقول لهم الف مبروك واللي جاي يكون احسن ان شاء الله. شناوي، قيمه الكابتن محمود الخطيب وتواجده في المواقف الصعبه دي، انا عارف ان مردودها بيوصل للعيبه بشكل كبير جدا، وهسالك على الاولمبياد بقى، لكن تشوفك وجود الكابتن محمود الخطيب معاكم ازاي في ثاني بطوله على الدوري؟ اكيد اكيد، انا زي ما بقول لك زي ما احنا بالظبط كلاعيبه كبار ولاعيبه صغيره ما فيش فرق بيننا. الكابتن بصراحه اخونا، يعني مش عايز اقول اب لينا، اخ اكبر واب لينا، وعلى طول موجود معانا وعلى طول مساندنا وعلى طول حاسس بالمسؤوليه. انت كلاعيب لما تلاقي الجهاز بتاعك مركز، تلاقي رئيس النادي بتاعك مركز، غصب عنك تلاقي الجهاز مركز، تلاقي لعيبتك مركزه، ده النجاح. عشان كده بجهاز بالاداره كابتن محمود بادارته كلهم مركزين، كلهم عايزين حاجه ومركزين مع الفرقه، الجهاز مركز مع الفرقه، عشان كده بتيجي واحده واحده. والحمد لله بقول له طبعا قيمه كبيره، وما اقدرش يعني الناس كلها عارفه قيمه الكابتن محمود الخطيب مع الناس الاداره اللي موجوده معاها، طبعا يعني شرف لينا كلنا ان هو يكون موجود، وحاجه كبيره بالنسبه لنا. وبقول له الف مبروك على التاسعه، والف مبروك على العشره، والف مبروك على السوبر، وبقول لهم الف مبروك للاداره كلهم، والف مبروك للجمهور، والف مبروك للعيبه دي. اخيرا الاولمبياد طوكيو، حلم تاني بدوافع تانيه بمجهود تاني، تستحق كل خير يا شناوي الحقيقه، ويا رب ان شاء الله يوفقك في الاولمبياد. هتمشي الساعه 12 خلاص بقى وتبدا تخش في مرحله تانيه، شايف مشاركه الشناوي في الاولمبياد ازاي؟ طبعا بالنسبه لي شرف كبير جدا ان انا اكون موجود من الثلاثه الكبار اللي موجودين في طوكيو، معايا حجاز ومعايا الونش، لعيبه كبار، وطبعا شرف ليا ان انا اكون موجود، والكابتن شوقي غريب طبعا بجهازه الفني كامل ان هو يديني الفرصه ديت، انا بشكره ان هو يديني الفرصه ديت، واكون على قد المسؤوليه معاه ونعمل حاجه كويسه مع اللعيبه المنتخب الاولمبي اللي هم ابطال افريقيا، لعيبه كويسه جدا، لعيبه عايزه تعمل حاجه في البطوله، وانا يا رب اكون اساعدهم مع حجازي ومع الونش، يمكن اضافه ليهم احنا رايحين عليهم. انا بقول لهم ان احنا جايين نساعدكم، ويا ريت نساعدكم، انتوا لعيبه كبار، انتوا اللي خدتوا البطوله وانتوا اللي وصلتوا للمكان ده، عشان كده احنا جايين نكون معاكم، احنا جايين ضمن المنتخب وبنلعب باسم منتخب مصر، ما فيش حد بنلعبش باسم نادي ولا بنلعب باسم منتخب مصر، عشان كده احنا جايين ان شاء الله نضيف، وان شاء الله ربنا يكرمنا على قد المسؤوليه. انتوا لعيبه كبار والناس كلها موجوده، صبحي جاد اي حد يكون موجود
لعيبه كويسه ولعيبه عمل بطوله كويسه، صبحي وجاد والناس دي كلها بصراحه لاجوان كويسه جدا. يا رب اكون على قد المسؤوليه واساعدهم هناك، وان شاء الله ربنا يكرمنا. شرف لاي حد يكون موجود في طوكيو، الاولمبياد حاجه كبيره طبعا، ربنا يكرمنا ان شاء الله واكون على قد المسؤوليه بتاعت الكابتن شاقي وجهازه الفني، يعني الكابتن اسامه عبد الكريم طبعا اللي معاه مدرب الاجوان. ربنا يوفقني ويوفق اللعيبه ان شاء الله، ان هم لعيبه بصراحه لعيبه عملت بطوله كويسه جدا، عندها روح كويس جدا، يا ريت نكون على قد الروح ديت، وانا ضمن واحد منهم يعني. الله يبارك فيك، شكرا.